اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج موعد مع البرلمان اللي بيتجدد معاكم يوميا على شاشه النهار اليوم لمناقشه اهم ما يتعلق او ما هو منتظر من البرلمان القادم. موضوع حلقتنا النهارده هو دور الشباب داخل البرلمان القادم. يمكن الارقام مش بس دورهم وكمان اللي بينتظروا الشباب والمجتمع كله من تمثيل الشباب داخل البرلمان. الارقام اكدت ان البرلمان القادم او برلمان مصر 2015 اللي هيبدا يمكن أولى جلساته يوم 10 يناير بينفرد بأعلى نسبة تمثيل للشباب في تاريخ مصر. امبارح يمكن أعلن اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات أن نسبة الشباب داخل البرلمان 2015 غير مسبوقة في تاريخ مصر زي ما أشرنا، لأن في 60 نائب منتخب تحت سن ال 35 و 125 نائب بتتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، وبالتالي بيكون إجمالي عدد الشباب عندي الممثل تحت قبة البرلمان أو الموجود تحت قبة البرلمان 185 نائب من إجمالي 596 نائب. دي نسبة بتصل تقريبا لتلت، يعني نسبة 32.6 زي ما قلنا بتقترب من تلت عدد نواب البرلمان، اللي هيكون ليها بالتأكيد يعني تأثير على أداء البرلمان القادم ويمكن الأيام القادمة هتأكد لنا ده. اهتمام الدولة بالشباب أو بتمثيل الشباب في البرلمان بدأ مع وضع الدستور سنة دستور 2014 اللي نصت فيه المادة 244 على تمثيل الشباب، تمثيل ملائم في مجلس النواب، وده انعكس كمان هذا الاهتمام على قانون الانتخابات اللي نص على تخصيص عدد 16 مقعد للشباب في القوائم الانتخابية. يمكن ده كله ساهم في ان يكون عندي نسبة 32.6 زي ما قلنا من النواب شباب، وعدد كبير من الشباب نجح في اقتناص الفوز سواء على مستوى المستقلين او الاحزاب او القوائم. السؤال هو هل تساهم نسبة الشباب الكبيرة في تغيير صورة البرلمان وأداؤه؟ وبالتالي أنا مستني صورة مختلفة للبرلمان عن البرلمانات السابقة، وكمان إيه اللي مستنيينه من الشباب جوه البرلمان؟ إيه أولوياتهم؟ إيه أهم القضايا اللي بيستعدوا لطرحها؟ وبتعود بالتالي بتشريعات على حياة المواطن العادي وعلى حياة كل شاب في مصر. في حلقتنا النهارده ضيوفنا اتنين من النواب الشباب، وهم النائب ابراهيم عبد الوهاب النائب عن دائره المنتزه عن حزب المصريين الاحرار، وضيفنا ايضا النائب جون طلعت نائب مستقل عن شبرا. هيكونوا معانا بعد الفاصل، واكيد هنسمع منهم عن يمكن ايه اللي هنشوفه منهم كنواب ممثلين للشباب داخل البرلمان، ايه اللي متوقعينه منهم او ايه اللي متوقعينه من تشريعات ومناقشات تحت قبة البرلمان هتغير لنا يعني في شكل حياة المواطن المصري والشاب المصري بالذات، وكمان هتغير لنا صورة البرلمان كمتابعين للمناقشات او البرلمانات السابقة. خليكم معانا بعد الفاصل وموعد مع البرلمان. بنجدد لكم التحية مرة تانية مشاهدينا، ويمكن الأمل معقود على ممثلي الشباب داخل أو تحت قبة البرلمان للتعبير عن مشكلتهم، للمطالبة بتشريعات ربما تساهم في التحسين من الظروف الحياتية اللي بيعيش فيها الشباب وأكيد المواطن العادي. وعشان كده زي ما قلنا لكم قبل الفاصل ضيوفنا الكرام هم من النواب الشباب. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام، النائب إبراهيم عبد الوهاب النائب عن المنتزع عن حزب المصريين الأحرار. أهلا بحضرتك منورنا. أهلا بيك يا فندم. وأيضا النائب جون طلعت نائب مستقل عن شبرا. أهلا بحضرتك. شبرا ورود الفرج. أهلا بيك. شبرا ورود الفرج. أهلا بيك. اسمحوا لي بداية يعني ربما تكون خطوة اتخاذ خطوة أن أنا أقدم نفسي للبرلمان أو أن أنا أترشح للبرلمان بتبقى صعبة في فكر كل شاب. أنا محتاج من حضراتكم بداية لو تسمحوا لي أن أنا أعرف نفسي كنائب للشباب، ليه فكرت في اتخاذ هذه الخطوة ودرجة استصعابك أو استسهالك لخوضها؟
اتفضل يا استاذ ابراهيم. في البدايه انا ابراهيم عبد الوهاب محامي من اسكندريه، وبدايه حياتي السياسيه كانت في 25 يناير 2011 لما شعرت ان في تغيير بيحصل للبلد وان في امكانيات وموارد للدوله المصريه لم تستغل على مدار السنوات الماضيه، فشاركنا في الثوره. وفي الحقيقه بدانا حياتنا السياسيه من خلال تاسيس حزب المصريين الاحرار. انا واحد من الناس كانت اول بدايتي ومشاركتي السياسيه من المصريين الاحرار، ترشحت على قائمه الكتله المصريه في انتخابات 2011، وبالفعل كنت من اصغر نواب مجلس الشعب السابق. ويعني كانت تجربه طبعا غير مأسوف عليها، والحمد لله انه هي انتهت. بدات بعد كده اطور من نفسي، اخد دورات تدريبيه، حصلت على دبلوم دراسات برلمانيه من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، ويعني تخصصت في مجال البرلمان. سافرت عدد من الدول، اشتركت مع برلمانات الدول العربيه، وتعاملنا علاقات وتبادل خبرات مع عدد من البرلمانات العربيه، ودي كانت مفيده جدا بالنسبه لي. بدات يعني ادرس من خلال يعني كذا جهه مختلفه، زي يعني دورات تدريبيه من خلال المجلس العموم البريطاني، او يعني حاولنا نجتهد على قد ما نقدر ان احنا نكون ازاي نموذج للبرلماني الشاب اللي هو يستطيع بالفعل ان يقدم شيء لبلده. اخد التجربه يعني عن درايه ودراسه بالظبط، مش اكون ممثل كده وخلاص. مظبوط كده. وبالفعل يعني الحمد لله تاهلت ان انا اترشح على فردي المقعد الفردي في دايره المنتزه اول في اسكندريه، وعملنا حمله انتخابيه الحمد لله كانت قويه جدا، والناس وثقت فينا وشافت ان احنا حد نقدر نمثلهم داخل البرلمان، والحمد لله حصلنا على عدد الاصوات اللي خلينا يعني داخل المجلس، وعندنا فكر كبير كتير جدا نفسنا نحققه. منتظرين واكيد. خلينا نتعرف ايضا على يعني الاستاذ جون، الرحله بدات ازاي او الفكره جت منين؟ برضه نفس الحكايه كده زي ما ابراهيم ابتدى، بعد الثوره على طول قررنا ان احنا نخش في السياسه بشكل قوي، وبالذات كان ما قبل الثوره ما كانش نقدر نخش في السياسه او نشارك اصلا في السياسه، لان هي كانت مقسومه بلا جدوى للحزب الوطني. لا، وكانت مقسومه للحزب الوطني، اللي هيخش الحزب الوطني هو اللي هيكسب. تخصصك ايه؟ انا مهندس اتصالات، دفعه 2004، خريج هندسه اتصالات، وكنت شغال في احد شركات التليفون المحمول يعني من غير فضل. ابتدينا في قلب الثوره، اتكلمنا في السياسه وبتاع، وشفنا لا احنا محتاجين بقى ايه، نعمل ثوره تشريعيه وثوره بناء حقيقيه للبلد، فليه لا ان احنا ما ننزلش انتخابات ونشارك. انا اخترت الطريق الاصعب، يمكن ابراهيم كان موجود على القايمه ساعتها الكتله المصريه، فانا ساعتها ترشحت على الفردي، وكنت شايف ان احنا لازم نواجه ولازم نبقى لينا نموذج نقول ان احنا نقدر. يعني كان هدفي ان احنا نقدر، ويلا شباب نساء يلا، يعني اصعب حاجه نقدر ننزل عليها هو الفردي. وبالذات ساعتها القوايم يعني والاحزاب لما كانت بتعمل قوايم كانت دايما تجيب الشخصيات العامه الكبيره علشان تعرف تكسب بيها او تعرف تتكلم بيها. نزلنا الحمد لله، انا نزلت فردي عن الكتله المصريه، كان دايرة شبرا والفرق شرابية زاوية ساحل على 5 اقسام شرطة. كان الموضوع صعب جدا، وبالذات ان احنا كنت بنافس الاخوان المسلمين شوية، وقام حزب النور انسحب من العملية الانتخابية عشان يدعم الاخوان المسلمين ضد جون طلعت. ده في الانتخابات السابقة، انتخابات السابقة فاتت اللي هي في 2012. وصلت معاهم لإعادة أكتر من مرة، وكان في يعني مش مناقشات كبيرة وتهديد وبتاع. تجربة مرة تانية عشان طبعا تستمروا في الممارسة السياسية. أنا يعني نائب إبراهيم ربنا وفقه ودخل البرلمان، أنا ربنا ما وفقني ساعتها وما دخلش البرلمان، بس طلعت بمكاسب كتير قوي منها حب الناس وثقة الناس اللي ادتهم لي. أنا أخدت ساعتها 180 ألف صوت، وده كان أحسن حاجة ليا وحافز ليا إن أنا أقدر أكمل مشوار السياسي. كملت خلال ال3 سنين اللي فاتوا مع الناس بقى في الشارع. طبعا السنتين اللي قبل انتخاب الرئيس والفتره اللي فاتت دي كانت كلها مظاهرات في الشارع وثوره، وان احنا ازاي نشيل نظام وازاي نحتاج، وازاي الناس ابتدت تبص علينا وتشوف احنا ميولنا عامل ازاي. لما جينا نشترك في العمليه الانتخابيه الجديده دي قررت ان انا انزل فردي مستقل عن دايره رود الفرج وشبرا، وكنت ساعتها بتحدى كل الناس. ان الناس كانت شايفه ان دي اصعب تجربه، انت لما تنزل يا اما يبقى وراك حزب، يا اما معاك فلوس، يا اما معاك بلطجيه، يا اما ليك عزوه، يا اما مش عارف ايه. كان فكر النائب المستقل كده. فانا قررت ان انا لا، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا هكسر كل المبادئ دي. وقعدنا مع الشباب في الحمله، واتفقنا ان احنا هنعمل حمله شكلها جديد ومختلف وتبقى كلها شبابيه. والحمد لله اول ما عملنا تطوع للشباب عدينا 400 شاب متطوع من غير ولا جنيه. الشباب ابتدت يعني تشتغل معانا بشكل قوي، اللي بتعلق فكره جدا يعني، وكان عندهم ايمان بده، والحمد لله يعني قدرنا نكسب المقعد يعني. طيب يمكن ضيوف الكرام اشاروا الى انهم تخطوا صعاب عشان يوصلوا للبرلمان. حضرتك قلت كسرنا القواعد الاساسيه، المبادئ اللي هي المفروض تبقى باليه، ما تكونش دي اللي بتقام عليها فكره الانتخابات. حضرتك عن قائمه بحزب، حزب المصريين الاحرار، وحضرتك مستقل، ايه الصعاب اللي واجهتوها في الانتخابات، او يمكن حضرتك اشرت لبعضها،
هتخليكم أول ما يجي الحديث عن ما يتعلق بإجراء الانتخابات مطالبة بتشريعات عشان ما يكونش الصعوبات دي الطبيعية، تكون يعني تسلسل منطقي في خوضي للانتخابات ومن ثم توقعي للنتيجة بكل نزاهة. أبدأ مع حضرتك، اتفضل. هي الفكرة التشريعات كانت موجودة، لجنة الرأي اللي كانت حطاها بس ما كانتش بتطبق، ده حزم. فخلينا نقول هي الموضوع مش موضوع تشريعات وقوانين على قد ما ان احنا الناس تشوف تغيير فعلا في الشارع. الناس كانت بتقول ان النائب بالنسبه لها ما حدش بنشوفه، بننتخبه ده جاي بيدور على مصلحته خلاص، وده الفكر اللي بقالهم 30 سنه 35 سنه عليه. النائب مجلس الشعب ده راجل يا اما هو جاي بيعمل شويه مصالح وبتاعه ملوش دعوه بالدائره، مجرد ما بينجح ما بيسالش فيهم تاني. فاحنا المطلوب مننا ان احنا نغير الفكره دي. الحمد لله قدرنا نعملها. يعني انا عندي في دايرتي تاني يوم النجاح على طول نزلت مناطق انا ما كنتش بنزلها قبل كده، وابتدينا نتواجد معاهم بتاع. فالناس بقت بتشوف ايه ده هو النائب بقى بينزل الشارع، ده بدي حاجه جديده احنا ما بتحصلناش. فهم الناس عايزه تشوف التغيير، ومش تغيير حركي بس، يعني تغيير فعلي يلمسوه ويلاقوا فعلا في تغيير في البلد. النهارده لو احنا في قلب المجلس، والتجربه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده عندنا تجربه شابه، تلت المجلس موجودين شباب، فالناس كلها مركزه انتوا هتعملوا ايه بقى؟ هتغيروا ولا هتبقوا زي اللي قبلكم؟ فده يعني ده التحدي ده التحدي الحقيقي اللي عندنا، وده اللي بيخلينا يعني ما اظنش في شاب بينام فينا. يعني النهارده كل ما اكلم حد من الشباب ايه الاخبار انت فين؟ لا انا واقف مع رئيس الحي مش عارف بنشيل ايه. يعني النهارده كنت بكلم مع قبل ما نعرف بتعملوا ايه دلوقتي قبل ما تخشوا يوم 10 يناير تحت قبه البرلمان. اسمع من حضرتك استاذ ابراهيم. ايوه احنا طبعا احنا بنجهز لايه؟ احنا بنجهز يعني مجموعه الشباب عايزين نضرب مثل ان احنا يعني ازاي يكون الاداء البرلماني على اعلى مستوى، ازاي ناخد تجارب دول نجحت وحققت يعني الرخاء والرفاهيه لشعوبها بقوانين وبسلطه تشريعيه قويه، قدمت دور قوي طبعا بالتنسيق والتكامل مع السلطه التنفيذيه، فبالتالي المواطن شعر باختلاف. احنا دلوقتي فعلا قدام تحدي كبير جدا ان احنا ننجح تجربه وتمكين الشباب ان احنا كنا بنطالب بيها بقالنا سنوات، بالفعل دلوقتي اصبحت لدينا يعني عدد كبير من الشباب موجود في المجلس. واه بالظبط، والشعب خلاص اقتنع بينا وقف في ظهرنا، يبقى احنا لازم نرد له الجميل ده ولازم نقول له احنا بالفعل عند حسن ظنك بينا ونقدر نعمل حاجه. نعمل حاجه ازاي؟ ان احنا بنحدد اولوياتنا، ان احنا بنتفق مع بعض ايه هي اولويات الاجنده التشريعيه بتاعتنا اللي احنا عارفين ان هي هتمس المواطن، انها يعني هتتجه بالبلد اتجاه التنميه والازدهار، ده اللي احنا بنبحث عنه. عندنا يعني حاجه مهمه جدا وهي ان احنا ازاي يكون لينا علاقات طيبه جدا مع كل النواب اللي موجوده في المجلس، وازاي نقنعهم بوجهه نظرنا، وازاي نقول يعني نصمم عليها، وازاي نقنع بيها الراي العام، ما يبقاش في صراع اجيال. لا خالص، بالعكس احنا عايزينهم يكملونا. اكيد احنا بنطرح الفكره ولو عندهم اي تعديل يعدلوه، لكن ما يرفضوش من باب ان احنا اللي مقدمه ده مش من الاغلبيه او مش من الاكثريه. دي فكرتنا. احنا عارفين ان احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا مش هنقدر نقوم بيها لوحدنا، لازم تكاتف الناس كلها معانا، لازم يكون يعني وده نشتغل بطريقه علميه، يكون في مكاتب دعم فني للنواب، يكون في الامانه العامه لمجلس النواب تقدم لنا ابحاث ودراسات، لازم يكون عندنا كم معلومات اللي احنا نقدر نشتغل بيه. محتاجين بقى تكاتف كل المنظومه ونقدر يعني نرتقي بالبرلمان المصري باذن الله. وبالتالي اصبح عندي ائتلاف الشباب. هو مش ائتلاف شباب، هو تنسيقيه شباب. يعني احنا مش ائتلاف ولا تحالفات ولا الكلام الجميل ده، ولا زعيم الائتلاف ولا زعيم الاغلبيه. احنا الشباب لما جينا نفكر للموضوع، احنا شباب دلوقتي النهارده عددنا 100 شاب تحت سن ال 40 سنه، 102 تحت سن ال 40 سنه، فمحتاجين ان احنا ازاي ننجح التجربه بتاعتنا. فقعدنا احنا مجموعه شباب كده كنا قاعدين بالصدفه جوه المجلس، ايه رايكم؟ طب ليه ما نعملش ده؟ طب احنا ليه ما ننسقش بينهم وبين بعض؟ التنسيق مهم، ان احنا لو عدد كويس. فاحنا النهارده جينا استاذ ابراهيم عايز يتكلم على مشروع معين، وانا بتكلم في مشروع تاني خالص، وشاب تاني بيتكلم في مشروع تالت، في الاخر المشاريع مش هتمشي مع بعض. لكن لو احنا النهارده حددنا مشروع واحد كلنا اتفقنا عليه، ده اولويه رقم واحد، ده اولويه اثنين، بالظبط، فكلنا ورا ده. يعني 100 حضرتك تخيلي ان يبقى في 100 نائب ورا مشروع معين، والمشروع ده هيكون بيخص الشباب، يعني المشروع ده مش هيخص حد غير الشباب. النهارده لما انت بتحلي مشاكل الشباب بتحلي مشاكل الاسره بالكامل، يعني الاب والام هم شايلين هم اولادهم اللي هيكبروا هيعملوا ايه؟ هيشتغلوا؟ طب هيتجوزوا؟ طب هيلاقوا شقه؟ هيتعالجوا؟ طب انا لو تعبت هلاقي علاج ولا لا؟ فهي كلها مشاكل مترابطه بالاسره، فانت لو حليتي مشكله الشاب هتحلي مشكله الاسره كلها، هتخليهم حتى يستريحوا نفسيا. يعني مش قلقانين من يعني سيطره الاجيال القديمه او الجيل القديم داخل البرلمان؟ والله انا عن نفسي قلقان
طبعا مش قلقان، بس بنحارب. يعني عندنا، يعني مش عايز اقول بنحارب او معركه قويه معاهم، احنا لسه يعني لسه ما شفناش ده، بس هما الفكره يدوا فرصه للشباب، واظن ان هما هيعملوا ده، يعني ان احنا بنفرض نفسنا عليهم. فاللي هو الموضوع احنا هنبقى موجودين، واحنا الشباب كلها هتبقى موجوده، والحمد لله احنا النهارده حتى في اجتماع بتاع الشباب اللي احنا كنا فيه النهارده عاملينه، فكان ظريف في الموضوع ان احنا اتكلمنا. طب يا جماعه ابراهيم انت في حزب المصريين الاحرار، مين دعم الوطن؟ سوري، في تحالف كان في مستقبل الوطن، مش عارف مين كان في، يعني كان معانا اغلب الاحزاب. فقلنا طب ليه لا ان احنا ما نجمعش بعض كده. انا النهارده القانون ده، طب استاذ ابراهيم انت مسؤوليتك ان انت تتكلم مع الهيئه البرلمانيه بتاعتك تبقى كلها ورانا، وانت مسؤوليتك تتكلم معانا في المستقبل الوطن وحماه الوطن ومش عارف مين، فنعمل كده لوبي، فهم كمان هيبقوا معانا. وهيبقى كل مسؤوليه كل واحد جوه حزبه، هو بيجيب الحزب بتاعه معانا في نفس القانون. ساعتها ان شاء الله اتمنى ان هم هيلاقوا متجدد بالظبط، هم هيلاقوا ان هم ما قدامهمش لغير انه يقفوا ده، وبالذات لما يبقى قانون كويس يبقى فكره كويسه، هم هيشتغلوا معانا. يعني هنخليها ايه، احنا اللي نبتدي وهم يشتغلوا معانا. طبعا لو هم ابتدوا احنا هنشتغل معاهم. احنا مش عايزين نقول ان احنا بنسيطر او هم بيسيطروا، ولا الفكره اللي هي ايه اللي طلعت والاعلام صورها، او مش عايز اقول الاعلام ككل، يعني بعض الاعلاميين ان يا دعم مصر يا اما الباقي كله مش دعم مصر، يا اما مش عارف تحالف الدوله يا اما الباقي مش تحالف الدوله. لا، احنا كلنا هنشتغل ايا كان مين فين، كلنا مصلحه البلد. ومطلوب من الدعم اللي هو شغال النهارده، دعم الدوله ده او دعم مصر او مش عارف اخر اسم اتفقوا عليه ايه الصراحه، يعني دعم الدوله تقريبا، مش عارف دعم الدوله وغيروه دعم مصر، وبعد كده مش عارف هيسموه دعم ايه، المهم حاجه كده يعني. يبتدوا ينسقوا ويشتغلوا بشكل ديمقراطي شويه، ويتعاملوا مع كل الناس، ما يبقوش هم اللي عايزين ياخدوا الاغلبيه 370 نائب اللي بيتكلموا عليه النهارده، ويبقوا هم دول اللي بيتحكموا في كل حاجه والباقي بقى مش مهم. التواصل هنصوت. مطلوب، لان ده يعني بينعكس لي انا كمواطن متابع للمشهد ده تحت اوبه البرلمان. استاذ ابراهيم، محاربتكم لاثبات وجودكم داخل اوبه البرلمان، في تصور لمطالب معينه في لائحه البرلمان، في يعني ترشيح لاحد الشباب لرئاسه البرلمان؟ تمام، خلينا نقول نتكلم عن اللائحه في البدايه. اللائحه شيء اساسي جدا انها يجب وضع لائحه ديمقراطيه. اللائحه الداخليه لمجلس الشعب السابق اللي كان يعني بيتم تطبيقها في الماضي كانت يعني في منتهى الديكتاتوريه، بتعطي صلاحيات لرئيس المجلس يعني اكثر من اللازم وغير منطقيه. شايفين ان لازم يكون في لائحه تتوافق مع الدستور اولا، تتوافق ثانيا مع الروح الجديده التعليميه. اللي كان سيء وعايزه يتغير ان الصلاحيات كان في يد هيئه المكتب اللي هي الرئيس والوكيلين فقط. يجب تمثيل كل ممثل الهيئات البرلمانيه، يجب تمثيل عدد من المستقلين الموجودين في المجلس داخل اتخاذ القرار داخل المجلس، ما تبقاش يعني فقط في يد رئيس المجلس والوكيلين. دي كان جزء مهم جدا. اليه بقى وضع جدول اعمال واليه استخدام الادوات الرقابية وترتيبها، كان كل ده بيبقى برضو في حرية لرئيس المجلس. احنا عايزين يكون بناء على أولوية التقديم، اللائحة بتقول كده، بناء على أولوية التقديم، أسبقية التقديم، يكون ينظر طلب الإحاطة أو الاستجواب أو السؤال أو أي أداة من أدوات الرقابة البرلمانية. طبعا احنا بنقترح برضو، احنا اشتغلنا على اللائحة دي، بنقترح زيادة عدد اللجان، واحنا شايفين ان في لجان يعني زي لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، يعني من غير المنطقي تماما. لا، مضمين اصلا هي لجنه واحده غير منطقي، فهيتخيلين السياحه مع الاعلام مع الثقافه. يعني هيكروتوا بالظبط كده. لا، السياحه احنا محتاجين نهتم النهارده بالسياحه بشكل قوي عشان نبتدي نتكلم كل في السياحه. كل له تاثيره، وبالتالي كل اللي يجب ان يكون له اللجنه الخاصه. مظبوط بالظبط. مع استحداث لجان اخرى، يعني احنا عندنا تصور كامل اشتغلنا عليه بقالنا سنين للائحه الجديده، وهنتقدم بيه في اول الانعقاد كحزب المصريين الاحرار. يعني الدكتور ايمن ابو العيله اشتغل على الموضوع ده، يعني وعرضناه على عدد كبير من الاحزاب، وهنطرحه على المجلس في بدايه الانعقاد. المهم التحالف يوافق. طيب، نعرف من استاذ جون ايه ملامح يعني مطالبكم في اللائحه الجديده ايه وايه وايه؟ هي الفكره بس ان ما تبقى مشاركه لا مغالبه. يعني ده الاهم عندنا في اللائحه، ان يبقى كل الناس بتتوافق عليها، يبقى نوسع عدد اللجان، بما ان النهارده عندنا 600 عضو او اقل من 602، يعني 598. فمحتاجين ال 598 النهارده يبقوا متشكلين في اللجان كلها، ما تبقاش اللجنه بتتكون من 40 50 واحد، يعني فساعتها هتبقى الدنيا صعبه. محتاجين اللجان تكبر شويه، محتاجين شويه صلاحيات ما تبقاش مع رئيس المجلس والوكيلين فقط، محتاجين ان الدنيا تبقى يعني مرنه شويه، سواء في اللائحه او في الانضباطيه بتاعت اللائحه نفسها. طب وماذا عن لجنه الشباب؟
تفكير كلها انها تكون لجنه الشباب من اكبر الشباب اللي ترشحوا فيها النهارده. انا يعني كنت ببص على الاسامي يعني المترشحه، فصراحه لقيت فيها كميه كبيره قوي من فوق السن وكميه صغيره تحت السن، وصلنا ل 100 واحد بيتنافسوا عليها ناس كبار يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم في لجنه الشباب. الشباب يعني دي لجنه شباب. انا كان ليا تجربه في المجلس الشباب، يعني عضو في لجنه الشباب الرياضه. مش كانت لجنه الشباب بتلاقي الفصل طبعا انا مع فصل لجنه الشباب تبقى لوحدها ولجنه الرياضه تبقى لوحدها، نفس الحكايه الوزاره نفسها تبقى وزاره الشباب لوحدها وزاره الرياضه لوحدها، وكل واحد فيهم يقوم بمهامه الخاصه يعني. ربنا يوفقهم. دي فيها استسلام لغلبه المنطقه؟ لا خالص، لا لا اصلا يعني انا بتكلم على انا الصراحه يعني من وجهه نظري عندي مشكله مع تحالف دعم الدوله، ان النهارده هو بيتكلم على معاه 370 فابتدى يشكل لجانه، انا داخل اللجنه دي واخد الرئاسه واخد دي، فتلاقي عندهم لا احنا الاثنين لسه بنتشاور ما بين رئاسه اللجنه. طب يا جماعه طب ما تطرحوا الموضوع، خلوا يعني في ديمقراطيه جوه اللجنه، كل واحد يخش في الاخر جوه اللجنه يشوف هو مين الرئيس ومين وكيلين وبتاع. انا نفسي مش مترشح لرئاسه اللجنه يعني ولا الوكيلين بتوع، فانا مش موجود كمان في لجنه الشباب بالمناسبه يعني. انا يعني سبت لجنه الشباب كلها الصراحه لما لقيت فيها 120 شاب يعني 120 شخصيه، فقلت خلاص يعني هي لجنه مترشح عليها 120 واحد، فقلت انا اشوف انا اللجنه اللي فيها اختصاصي عليها اقبال لي كده عشان هي شباب، ومفروض ان الشباب كان املهم ان هم اللي يمسكوا اللجنه دي ويهتموا بيها بشكل قوي. طب بس يعني مستر جون استاذ جون بيقول ان نسبه كبيره فوق السن رؤساء انديه وناس مهتمه بالرياضه وناس مهتمه يعني بالمجال ده يعني. طب هو يجب الفصل قبل انعقاد البرلمان ولا ممكن يعقد البرلمان وبعد كده تفصل اللجان؟ حسب اللائحه. مع اللائحه احنا عندنا مشكله النهارده، عشان تعملي لائحه جديده يبقى لازم في لجنه اسمها التشريع تبقى هي اللي شغاله على اللجنه. طب اللجنه دي هتتشكل ازاي؟ بقى تتشكل باللائحه القديمه، وبعد كده نشوف اللائحه بقى بشكل تاني نقعد فيها لغايه ما نغير اللائحه بمشروع قانوني يعني. طيب اسمحوا لي نخرج فاصل ثم نعود للحديث يعني عن المنتظر من الشباب تحت قبه البرلمان، من الشباب اللي خارج البرلمان، من الشباب اللي ممثلينهم، وايضا من ممثلي الشباب تحت قبه البرلمان. بعد الفاصل نعود ونتواصل معكم مشاهدينا، وموعد مع البرلمان. نجدد لكم التحية مرة تانية مشاهدينا، واسمحوا لي أن أكرر الترحيب بضيوفي الكرام، النائب إبراهيم عبد الوهاب النائب عن المنتزع عن حزب المصريين الأحرار، أهلا بحضرتك مرة تانية، وأيضا النائب جون طلعت النائب عن مستقل عن شبرا ورود الفرج. تمام. أستاذ إبراهيم اسمح لي، يمكن قبل الفصل كنا بنتحدث عن لجنة الشباب والصراعات بين من هم فوق السن وتحت السن لرئاسة اللجنة. لو طلعنا لرئاسة البرلمان، شايفة الصراع ازاي او متوقع يكون ايه التمثيل في رئيس البرلمان والوكيلين؟ يعني في الحقيقة طبعا حتى الان لم تتضح الرؤية امامنا بالضبط مين اللي ممكن يكون رئيس البرلمان. هي دي في حد ذاتها تجربة ديمقراطية، احنا عايزين نضرب نموذج ديمقراطي حقيقي. النموذج ده بيجي ازاي؟ ان كل الاعضاء تجتمع في اول دور انعقاد يوم الحد القادم بعد حلف اليمين، مباشرة بيتم عرض مين عايز يترشح لرئاسة المجلس امام طبعا الرئيس الاكبر سنا، بيطلبوا الترشح وبنختار ما بينهم. كل واحد بياخد فرصه انه يعرض نفسه، يقول انا ايه خبراتي اقدر اقدم ايه، والباقي بيختار. دي تجربه ديمقراطيه نتمنى ان تكون كده، ولكن احنا اللي شايفينه ان في ناس بتجهز اسماء معينه وناس بتجهز بتعمل يعني بعض التحالفات وبعض الاتصالات ببعض النواب، ولكن حتى الان يعني لم تتضح صوره مين هو رئيس المجلس. اعتقد ان لو كان في اسم يعني زي مثلا المستشار عدلي منصور موجود في المعينين كنا قلنا احنا عرفنا مين رئيس المجلس وكنا هنكون وراه، انما حتى الان مش واضحه. بالنسبه للوكيلين برضو حتى الان مش عارفين مين، سمعنا اسماء كتير جدا مطروحه ان هم هيترشحوا وكلاء للمجلس، احنا هندعم بنبحث عن واحد شباب كده يكون مترشح للمجلس، حد عنده يعني قدره ان هو يعني يعطي في هذا المكان، فبالتالي يكون في يعني هيئه مكتب قويه لمجلس نواب، الناس كلها يعني بتتطلع ان هو يؤدي دور قوي جدا،
في مرحله مهمه، مش عايزين خطا دستوري يحصل، عايزين المجلس يمشي مظبوط جدا. فنتمنى ان يكون اختيار النواب للرئيس والوكيلين اختيار سليم بناء على الكفاءه، مش انتماء لحزب او انتماء لائتلاف او انتماء لاي جهه. طيب اللي بتشوفوه من تحركات يمكن غير المتوقعه منكم وبتحبطكمش كشباب بتاثر يعني على روحكم قبل ما تخشوا للاداء البرلماني؟ لا في الحقيقه يعني انا واحد زي يعني عانيت يعني بما فيه كفايه في المجلس السابق يعني بالعكس يعني. فانا عارف ان اكيد في كل الاحوال المجلس ده هيكون افضل، هيكون في نوع من انواع يعني النقاش والحوار ما بين كل الاعضاء، في تقارب في الافكار، اعتقد الهدف واحد وكلنا عايزين مصلحه بلدنا، فبالتالي مش هيحصل خلاف ولا صراع داخل المجلس. واختلاف وجهات النظر ده بالعكس انا شايف ان هو هيؤدي الى قرارات امثل وافضل، مش هيبقى مضر نهائي. اعتقد ان احنا لو بس يتم وضع قواعد معينه في بدايه الانعقاد اعتقد لائحه مظبوطه يعني، وانا هطرح في بدايه الانعقاد برضو ان يكون في ميثاق للعمل البرلماني هو على غرار مدونه السلوك البرلماني في مجلس العموم البريطاني، وهي بتقول ازاي النائب يتعامل مع باقي النواب، مع الاجهزه التنفيذيه، ازاي بيتعامل مع الجمهور، ازاي بيتعامل مع الاعلام، يعني لازم يكون في قواعد واسس وضوابط للتعامل النواب. ده عشان مش احنا بنمثل مصر، مش موجود في مصر اصلا، مش موجود نقطة غاية في الاهميه بالضبط، مش موجود في البرلمان المصري ولا اي سابقه من 1866 مع بدايه البرلمان المصري لم تحدث، ولكن موجود في برلمانات اخرى. اتمنى ان شاء الله ان السنه دي تكون ملحق للائحه الداخليه هذه الميثاق العمل، وهو يعتبر ميثاق شرف ما بين كل النواب ان هم يجب ان يلتزموا به حتى لو ما كانش في جزاء لعدم الالتزام بهذا، ولكن يعني يكفي ان انا بضع القواعد والاسس للبرلمانات المصريه القادمه يعني. ومن المتابع بيتعرف مين اللي بيلتزم بهذا الميثاق سواء كان ملزم او مش ملزم، ومين اللي بيخرج عنه، وبالتالي المتابع العادي بيبقى عارف مين بيمثله صح ومين بيمثله غلط. استاذ جون، مشاكل الشباب لا حصر لها، ايه بتفكر اول ما تدخل تحت قبه البرلمان وتشير الى ما يمس حياه كل شاب؟ بس عايز اقول لك الاول ان انا مترشح على وكاله المجلس. طيب ده عظيم، نتوقع شاب اهو بقى. بالظبط، فانا يعني قررت ان انا اخد التجربه وان انا انافس فيها واكون من المرشحين لوكاله المجلس ان شاء الله. وراك يعني شباب كتير. لا الحمد لله شباب كتير وراي ناس كتير دعم الفكره من الناس الكبيره كمان يعني صراحه، ابتديت لما يعني قبل ما ياخد الفكره والقرار، فمجرد ما هي كانت فكره ابتديت اعمل اتصالات ببعض النواب واخد رايهم واقابلهم في المجلس. تاخد الفكره ليه؟ من مبدا ان احنا يعني مش لازم يبقى لينا وجود او بتاع، لا بس في دور شاب موجود. انا اخذتها الصراحه لما قريت تويتات البرادعي، الدكتور البرادعي لما بيقول ان البرلمان الروسي في عدد كبير من الشباب وبتاع، فكنت عايز اقول له لا بص على البرلمان المصري النهارده عندك 100 شاب و100 شاب منهم واحد كمان يترشح لوكاله المجلس. 85 كمان. يعني لا انا بتكلم على 100 شاب تحت سن ال 40، 185 فوق السن يعني لغايه 45 سنه. فلا النهارده انت عندك شباب كتير جوه المجلس، انت ليه بتبص بره؟ تعالى بص هنا. يعني احنا مشكلتنا زي ما كنت بقول لحضرتك مع فاصل ان الشباب، انا لو كنت مكان صنع القرار في مصر او الشركات الميديا، يمكن كان استاذ خالد صلاح كنا معاه في اليوم السابع، فهو قال لنا انا لو عليا عايز اعمل لكم اول دور كبير كده للشباب واقول ان دول نواب الشباب، ان دول النواب في مصر. فكره عظيمه. وهو الصراحه يعني لسه كنا متقابلين بره عشان عليهم التركيز الاعلامي اللي يخلي احنا النهارده في شباب النهاردة يعرف ان في ممثلين بجد وحقيقيين. انت النهارده بعد ثوره 30 يونيو وبعد ثوره 25 يناير، انت النهارده جايه بتتكلمي على تمكين الشباب، تمكين الشباب، تمكين الشباب، تمكين الشباب، بقى لنا كام سنه بنتكلم فيها تمكين الشباب. النهارده مش الدوله اللي ادت التمكين، الشعب هو اللي ادى التمكين. الشعب هو اللي قال انا عايز شباب يبقوا موجودين عشان يحسوا عايز اغير عايز اشوف، انا مش عايز الشوش القديمه دي بقى، انا عايز اشوف الشوش الجديده. فالنهارده الدور علينا احنا وعندنا تحدي ان احنا نثبت التجربه دي ونحققها. فالمفروض ان احنا ناخد سبورت من الناس دي، مش ناخد اعاقه منهم يعني. انا كنت اتمنى ان الاقي لا تعالوا انتم امسكوا اللجان، تعالوا وتبقوا معانا، تعالى مش لازم نبقى رؤساء لجان يعني، بس تعالى مثلا انا رئيس وتعالى انت جنبي وكيل هعلمك واسلمك يعني، تعالى امسك بايدك كده اعلمك واسلمك تفهم يعني ايه الدنيا. انا مش عايز ان الشباب داخل عايز يبقى كله مسيطر على الدنيا، بس هو عايز يفهم خلاص، برضه هو عايز يفهم وعايز يستوعب ويبقى دور في دور في المعادله. النهارده انت لو قاعدين والشباب مالهوش دور في المعادله هو بياخد جنب زي اللي كان موجود النهارده. ليه الشباب محبط والشباب ما نزلش يشارك والشباب مش عارف ما عندوش امل في البلد ومش عارف الشباب ماله؟ ما هو الشباب كتير مش لاقي دور ليه.
يوجدي ليهم دور حقيقي، خدي منه احسن شغل، خدي منه احسن طاقه، خدي منه احسن مجهود، خدي منه انتماء للبلد اكتر. فاحنا محتاجين ان احنا نرفع من ده شويه. النهارده في زي ما حضرتك بتقولي 185 وده رقم موجود، و102 عندي تحت سن ال 40 سنه، دول شباب موجودين. دورهم ايه بقى جوه المجلس؟ هيظهروا ازاي؟ هيشتغلوا ازاي؟ عندنا قوانين كتير. السؤال حضرتك ليا اللي هو ايه الاهم القوانين وايه الفكره؟ انا النهارده كجون زي ما قلت حضرتك انا ما عنديش قانون لوحدي، ان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل اجنده تشريعيه كامله. هنحط عندنا مشكله زي مشكله البطاله، عندنا مشكله اسكان شباب. الشاب محتاج اول ما يطلع يلاقي سكن ليه، اول ما يتخرج يعني يلاقي ليه سكن عشان يشيل من على همه المشكله. يعني حضرتك اي شاب مجرد ما بيتخرج عنده شقه عايز اشتغل بمرتب كويس قوي علشان اعرف اجيب شقه، عشان اعرف اجيب شبكه، عشان اعرف اتجوز. هوب بقيت 30 سنه خلاص انا تحولت لموظف ما عنديش اي حاجه خالص، والعجله اخدته. رغم ان هو وطبعا غير بقى اهله اللي شايلين همه ويحاولوا يساعدوه من هنا ويساعدوه من هنا. رغم ان الدستور بيقول ان من حق كل واحد سكن. النهارده انت من حق كل مواطن سكن. طب الشاب بقى مش ليه سكن؟ فمطلوب مني ان انا اوفر له السكن بتاعه. فمطلوب ان انا اوفر له السكن بتاعه علشان يروح يشتغل. كل التشريعات المطلوبه مثلا في جزء الاسكان السكن، هنوفر سكن لكل الشباب. يعني ده اهم حاجه، ان احنا نروح للمجتمعات العمرانيه ونشوف نفتح الدنيا في المجتمعات العمرانيه نعمل سكن. يعني المشاريع اللي كانت موجوده قبل كده، مش هتكلم على مشروع ابن بيتك، ان ابن بيتك كان فيه مشاكل كتير قوي، بس ممكن اتكلم على مشاريع زي الشركات الخاصه، مليون وحده سكنيه فكل المشاريع دي كلها نقدر نبتدي نشغلها من جديد. فساعتها الشاب اقول له خد تعالى خد شقه بمقدم بسيط جدا، مش 20,000 جنيه وقسط مش 1500 جنيه علشان هو يا دوبك هيشتغل ايه؟ ان دي بلاقي ازمه في ايه؟ انا النهارده المحامي اول ما يتخرج مطلوب منه يروح يشتغل، بما ان انت محامي يعني. بيشتغل ب 200 جنيه. ب 200 جنيه و 300 جنيه. هيعمل بيهم ايه؟ فهو بالتالي بيعمل ايه؟ لا لا ده هو في الغالب بيعمل ايه؟ هو ما بيشتغلش، بيطلع اربع سنين بعد الكليه ما بيروحش يشتغل محامي، ان هو عايز يشتغل اي شغلانه، فيروح يشتغل بقى كول سنتر، يشتغل سيلز، يشتغل اي حاجه عشان ياخد له 1000 ونص 2000 يعرف يحوش بيهم. يفاجئ بعد ال 30 سنه ايه ده انا معايا كارنيه نقابه، انا محامي، انا ليه ما اشتغلتش؟ طب انا عايز ابقى محامي. فالموضوع بيبقى بالنسبه له اصعب. الا بقى لو واحد باباه محامي عنده مكتب محاماه، فتعالى يا ابني انا اديك ال 1000 ونص وبتاع ودخلت سكه. يا اما واحد بيقعد يسابر ويحارب وبتاع وعنده استعداد يستنى 3 4 سنين لغايه ما يبقى محامي مش عارف درجه كام وبتاع، فبياخد وقت. نفس الحكايه على فكره المحاسب خريج بكالوريوس تجاره، فبتلاقي المهنه نفسها ما بقتش موجوده. يعني مخرجات التعليم مش بتقابل احتياجات سوق العمل. بالظبط. ده محتاج فكره او مطالبه بتشريع. طبعا يعني خلينا نقول ان احنا لو عايزين بقى نحل المشاكل الاساسيه يعني ازاي نبدا بالتعليم. التعليم اكيد هو مفهوم ان اي دوله تقدمت بدات بالتعليم، ان احنا اولا اسلوب المناهج نفسه والمدرسين وتدريبهم والمدارس نفسها والفصول كل ده لازم يتغير عشان نطلع جيل مختلف شويه. احنا مش هينفع يعني نقول النهارده ان الجيل ده هيتطور، لا احنا لازم نبص على الجيل اللي لسه جاي اللي هيطلع، فنبدا نطور له كل ده. نربط بقى نهتم جدا بالتعليم الفني ونربطه بسوق العمل. احنا المشكله ان كله بيدخل الجامعه، بنتخرج من الجامعه كله مش لاقي شغل زي ما حضرتك شايفه، انما يعني قليل جدا اللي بيقدر يعني يجد مكان للعمل بناء على مؤهله يعني. ولكن احنا ايه اللي محتاجينه اكتر؟ هو الانتاج. فبالتالي لازم يكون الاهتمام بالعمل الفني. الربط ده سهل ولا صعب؟ اعتقد سهل جدا ويتطبق في يعني في دول كتير، وان احنا عارفين ايه هي الحاجات اللي احنا محتاجينها، ايه اللي نقدر ننفذه، وهنبدا نعلم ونأهل كل الشباب ان هم يكونوا موجودين في هذا المجال عشان نقدر نشتغل وننتج ونقدر يعني نقدم حاجه مختلفه ونبطل بقى الاستيراد اللي احنا عايشين عليه ده، ونبدا ننتج احنا ونزرع ونهتم بارضنا. انا شايف برضو من اهم الحاجات اللي لازم نبدا بيها فورا وهي توسيع رقعه الارض لمصر اللي احنا عايشين عليها. احنا عايشين على يعني في حدود 10% من مساحات ارض جمهوريه مصر العربيه، وسايبين 90% فاضي بلا اي استخدام. اعتقد ان دي اكبر كارثه واكبر مشكله احنا بنعاني منها. اي دوله تانية تتمنى قطعه ارض بسيطه جدا يعني تطور من نفسها وتوسع ارضها، احنا ما بنستفدش من ارضنا. عندنا يعني امكانيات كتير جدا ومساحات نقدر نطلع منها خير كتير لبلدنا، كل ده غير مستغل. البدايه اللي يمكن بنلاحظها في مشروعات قوميه مؤخرا بدايه يعني طبعًا مقبوله من جانب الشباب. طبعا لا طبعا يعني طبعًا. مشروع المليون فدان اللي عمله السيد الرئيس، ومشروع وزير البترول لما اتكلم ان هو هيبتدي يفتح في الثوره المعدنيه في الاماكن اللي كانت مقفوله زي مناجم وحلايب والشلاتين، ويروح ويتكلم في الكلام ده كله. كل ده حاجات مهمه جدا. كل الحاجات دي
ثوره البلد. هو حتى يعني كان في الخبر او يعني اللي هو البيان اللي طلع ان الحاجه دي كانت منهوبه من قبل كده وكان حرس حدود ما بيحميهاش وبتاع، فابتدى الجيش يخش فيها يحمي الكلام ده كله وابتدى احنا نطلع ونستفيد بيه، فكل ده كويس جدا يعني. انا صراحه بشيد بالكلام ده يعني فبتبقى خطوات كويسه. انا شايف ان احنا مع الدوله واخده بعض الخطوات، مش مع دعم الدوله، مع الدوله مع الدوله واخده بعض الخطوات في طريقها الجيد. احنا هندعمها ولما تبقى يعني نشتغل معاها، ان هم فعلا محتاجين ان احنا نبتدي معاهم. انا النهارده كنت عند السيد وزير التنميه المحليه احمد زكي بدر، دكتور احمد، والصراحه كانت مقابله جدا جيده جدا، وهو عايز الناس تفيد وان الشباب البرلمان هو اتبسط قوي من فكره ان الشباب وموجودين وبتاع واحنا قاعد معاه، فليه يا ريت تبقى الشباب موجوده كده بالطريقه دي. وانا يعني متاكد طول ما في شباب في قلب البرلمان كل ما هم هينتجوا احسن وهيساعدونا، مش هيقفوا ضدنا ومش هيدوروا على مصالح شخصيه ليهم على قد ما هيدوروا مصلحه البلد. فدي خطوه ليكم يعني، ربنا معاكم. لو محتاجين اي حاجه انا بابي مفتوح لكل الشباب البرلمان يعني. فبتبقى خطوه حلوه ان بتلاقي الحكومه كمان يعني، مش فكره بقى ايه النواب اللي هم معارضه او هم اللي هيعملوا، لا هنشجع طول ما في شغل وطول ما احنا هنقول افكار كمان وهنساعدهم ونطلع من معاهم ونساعد تشريع قوانين اللي احنا محتاجينها عشان تشغل الكلام ده. فاي قانون هيطلع معانا احنا كده كده هنشتغل عليه بخلاف بعض القوانين اللي هي الدستور النهارده الزمنا بيها باجنده تشريعيه مجرد ما هنخش لازم نتكلم فيها على طول. طيب استاذ ابراهيم، برضو واحنا كنا بنتكلم عن المشروعات القوميه اللي يمكن اشدتم بيها، مطالب أنا أو هطالب بتشريعات خاصة عشان تخلي الشباب ليهم المساحة الأكبر في المشروعات دي، غير طبعا المستثمرين وأهمية وجودهم؟ لا يعني أنا أعتقد أن احنا بس لو عملنا قوانين يعني تم سن قوانين جاذبة للاستثمار، دي في حد ذاتها فايدة مباشرة للشباب، عشان لما هيكون في مشاريع كتيره هيتم على طول حل جزئي للبطاله. يعني على طول يعني اكيد بالزبط. اي مستثمر حتى اجنبي اكيد مش هيجي بالعاملين اللي معاه من الخارج، هو هيجي يستثمر بايادي مصريه. فبالتالي احنا نتمنى على طول زي مشروع تعمير محور قناه السويس، اعتقد ان ده هيشغل الاف الشباب وهيكون يعني هيعمل طفره اقتصاديه في البلد، ولكن هي محتاجه ان احنا ازاي نجذب المستثمرين سواء العرب او الاجانب او المصريين في الخارج، لازم يجوا يشاركوا معانا في ده ويبداوا يستثمروا في ارضهم في ارض مصر، ونبدا كلنا نشتغل ونبدا يعني يكون في حل مشاكل الشباب. في حاجات تانية كتير جدا وهي تأهيل الشباب، وشايفين مبادرة الرئاسة اللي حصلت ان هي في تدريب عدد وتأهيل عدد من الشباب، دي حاجة ممتازة. نتمنى مشروع قومي هايل، مشروع قومي رائع، واعتقد ان هيتم الاعلان خلال ايام يعني عن نتائج هذا المشروع وفتح مرحلة اخرى ليه، ويكون موجود في المحافظات، واعتقد ان الشباب هيكون لهم دور مهم جدا. المهم ان الشباب نفسه يقتنع ان هو عمال يقول عايز تغيير تغيير، التغيير مش هيحصل وانت قاعد في البيت، التغيير هيحصل لما هتقوم وهتنزل وهتشارك وتشتغل، وهتفشل مره وهتحاول مره ثانيه وهتنجح لحد ما ان شاء الله هتجد الطريق اللي انت يعني تشوف بلدك فيه هتلاقيها ماشيين فيه، وهتلاقي النتائج دي على الاقل حتى لو مش لينا على الاقل لاولادنا والاجيال اللي جايه. بس لازم نشتغل من النهارده، ولازم نفهم ان احنا بجد امام مسؤوليه تاريخيه يعني تجاه دوله عظيمه زي مصر، وهنتحاسب يعني التاريخ هيحاسبنا، واكيد وربنا هيحاسبنا على هذه المسؤوليه، فلازم نكون قدها ان شاء الله. ومفيش يعني دوله متقدمه الا هي دوله في البدايه اتخذت الطريق الديمقراطي وفي نفس الوقت اعتمدت على الشباب وعلى طبعا العلم. فبالتالي احنا دي المكونات اللي عندنا يجب يعني الاخذ بها وان شاء الله تنفيذها. وعندنا يعني السلطه التشريعيه مش مجرد بس تضع قوانين، لا، السلطه التشريعيه ليها مهام في الدستور تم وضعها، وضع السياسه العامه للدوله، وضع الخطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للبلاد، طبعا مناقشه الموازنه العامه للدوله، كل ده مهم جدا. وقرار الحكومه نفسها اللي هتيجي معاها مشروعها، احنا هنشوف المشروع اللي هو اسمح لي للاسف احنا وقتنا يعني قارب على الانتهاء. سجون من المتفائلين بالتجربه البرلمانيه القادمه؟ طبعا انا شايف وجهه نظري ان ده من احسن البرلمانيات اللي حصلت، في تنوع ثري جدا، البرلمان فيه 596 نائب ونائبه، انا شايف ان يعني كلهم هياخدوا فرص كويسه، كلهم فعلا عايزين يخدموا البلد، كلهم عايزين يساعدوا ان البلد تقوم وتبقى احسن حل، فانا متفائل جدا بيها، وان شاء الله نحاول فعلا نكون عند حسن ظن الناس اللي انتخبتنا
وعند الشعب المصري كله. استاذ ابراهيم، يعني اخيرا حضرتك يمكن اشرت انك خضت تجارب لتبادل الخبرات البرلمانيه مع الكثير من دول العالم او البرلمانات دول العالم. ايه اكتر حاجه شفتها هناك وقلت انا عايز اطبقها هنا الى جانب المساق اللي حضرتك اشرت اليه؟ تمام. اولا ان بالفعل اللي بيكون في فصل ما بين السلطات، يعني السلطه التشريعيه في اي دوله ليها صلاحيات وقوه هي بتمثل الشعب، فبالتالي الشعب صاحب السلطه وصاحب السياده، فبالتالي بتكون ليها بالفعل يعني قوه في اتخاذ القرار. الجزء الاخر وده المهم جدا في البرلمانات، ان النواب بيبقوا عارفين كويس قوي ان هم يعني ممثلين للمواطن، مش انا يعني خلاص بيدخل الانتخابات وينجح ويختفي، لا هو بيفضل على تواصل دائم بالمواطن من خلال مكاتب، من خلال قبل ما يتخذ قرار داخل المجلس بيعمل زي حوار مجتمعي في دايرته وفي منطقته، وبيعرض عليهم الفكره سواء على السوشيال ميديا او على اي طريقه، المهم يتواصل مع الناس ويقول لهم يا جماعه انا هنناقش قانون كذا كذا كذا، ايه راي الناس؟ هو موقع برلماني عامل شغل ده كله الصراحه، عشان ما احس ان البرلمان في حته وانا في حته تاني كده. كشعب خلاص يعني انا وصلتهم وبعدين ايوه بالظبط ده اللي هيحل لي سؤاله بعدين. انا بحلم كمان يكون في رابطه مش بس النواب المصريين، لا النواب العرب، تكون كل البرلمانات. الحمد لله احنا في علاقات متبادله مع البرلمان المغربي والبرلمان اللبناني وبعض البرلمانات الاخرى، اعتقد ان احنا في بصدد ان شاء الله يعني زياده الدبلوماسيه البرلمانيه ودور البرلمان المصري مع البرلمانات الاخرى داخل لجنه العلاقات الخارجيه ولا داخل لجنه الحياه حديثي يعني مع ممثلي. يا شباب انا بشكركم بدايه النائب ابراهيم عبد الوهاب نائب عن دائره المنتزع عن حزب المصريين الاحرار، شكرا ليك وبالتوفيق ان شاء الله في تجربتك البرلمانيه وتتكرر باذن الله. شكرا ليك. وايضا النائب جون طلعت نائب مستقل عن شبرا ورود الفرج، نورتنا وبالتوفيق في التجربه وفي كمان خوض على مقعد وكيل باذن الله. ان شاء الله البركه فيكم ودعمكم ان شاء الله. الحقيقه يعني الشباب او اللقاء اثبت انه حينما ياخذ الشباب الفرصه ليكون ممثل عن الشعب وان يتحدث باسم الشعب بيكون الصوره جيده وبتبعث بالتفاؤل، يعني زي ما شفنا في حلقه النهارده. انا بشكر ضيوف الكرام مره ثانيه، كل سنه حضراتكم طيبين، والشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا، وموعد اخر يتجدد مع البرلمان. الى اللقاء.